خلال عام من حكم الإخوان في مصر زادت المشكلات الاقتصادية وتفاقمت حدة الأزمة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وتراجعت معدلات الإنتاج، وزاد مستوى العجز في الموازنة العامة، مما وضع مصر بأكملها على شفا الانهيار. المرحلة التي صعد فيها الإخوان قادت إلى مزيد من التدهور اقتصادياً، تسببت الجماعة بسياساتها العشوائية في خسائر هائلة خلال سنة واحدة تحتاج لسنوات وعقود لإصلاحها وتجاوز آثارها، إذ ارتفعت ديون مصر في العام 2013 من 1310 مليارات جنيه إلى 1553 مليار جنيه بنسبة 89% من الناتج المحلي الإجمالي، بل إن فوائد الديون فقط في عام حكم جماعة الإخوان بلغت 43 مليار و500 مليون جنيه، وفي الوقت نفسه تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أدنى مستوياته وليسجل 13 مليار و500 مليون دولار وفق تقارير رسمية. فقد ساهمت السنة التي سيطر فيها الإخوان على مصر وحاولوا اختطافها في خلق أزمة اقتصادية ومالية حادة، فقد كشف تقرير حكومي عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال عامين من حكم جماعة الإخوان إلى 25.16% بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى 43 مليار دولار مقارنة بحجمه في الشهور السابقة عليه، والذي بلغ 34 مليار و400 مليون دولار. وخلال العام المالي 2012-2013 والذي شهد فترة حكم الإخوان بلغ العجز في الميزان التجاري 32 مليار دولار، في حين سجلت معدلات البطالة 13% مقارنة ب 12% بداية حكم الإخوان، كما ارتفعت أعداد العاطلين إلى 3,600,000 بنهاية يونيو 2013، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25%. خلال فترة حكم جماعة الإخوان تم الترويج لمشروع وهمي وغير مدروس وغير واقعي اسمه مشروع النهضة، ومن الاختبار العملي لتجربة الإخوان طوال سنة تأكد أن السير بالمسكنات والوعود الزائفة والعناوين البراقة كان سيمضي بالبلاد لكارثة محققة، فلم تتقدم عجلة الاقتصاد ولم تشهد مصر استثمارات حقيقية خلال تلك الفترة، بل على العكس تراجعت المؤشرات الاقتصادية وزادت الأزمات.